امرأة مقيمة تزوجت من رجل بدون أن يعلم والدها وأن أخوها مقيم بجوارها ولم يعلم بزواجها أيضا، وكان ولي أمرها رجل أجنبي عنها والشاهدين كذلك، وإذا أنجبت طفلا من هذا الزوج، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل، هذا نكاح فاسد، عليها أن يعاد العقد من جديد بالولي، يعاد بالولي من جديد ولا تستمر على هذا العقد.